لكن صبرتوا وكان الوعي والتعاون والناس الحرصها العالي من أهل الصويرة، والحمد لله اليوم إحنا نقطف ثمار صبرنا وتعبنا. وإخواننا أيضا اليوم اللي يساعدونا ويعانونا السادة أعضاء مجلس النواب، جاي نجيب إمكانات أموال لخدمتكم. اليوم مشاريع المفتوحة بالصويرة ما موجودة في أقضية أخرى. نعم هسه أكو ملاحظات شوي، أكو بطء، أكو ملاحظة فنية هنا أو هناك، بس العمل ماشي. أكثر من 150 مليار مشاريع الآن تعمل في قضاء الصويرة مع الأقضية والنواحي مع القرى والأرياف، وأيضا منشآت مختلفة بين مدارس بين مراكز صحية بين أبنية حكومية إضافة إلى البنى التحتية. هذا الرقم الكبير ما كان موجود في عموم المحافظة أصلا. الآن علينا أن نفتخر أن محافظتنا هي من المحافظات المتقدمة في الإعمار. خل ندعم محافظتنا ولا نستمع للأصوات اللي هي ما تريد الخير لكم. محافظتنا الآن لابد أن نكمل مشاريعنا، والتحدي الأكبر اللي عندنا هو مو شلون نعلن المشروع ونخلي حجر أساس، شلون نكمل المشروع. تحدي الأساس أنه هناك من يعمل أو يريد أن يوقف عجلة الإعمار، ولا خاف المحافظ ينجح، ولا خاف أنه السادة أعضاء مجلس النواب والمحافظ ليش جاي يشتغلون فريق واحد، احنا نريد نفرقهم ونريد المحافظة ما تستقر حتى نلعب عواطف الناس، وأيام الانتخابات نجي بس نلطم وبالطين وبالكذا وما سوونا شيء. لا، احنا قادرين أن نسوي شيء، قادرين، لأنه زحمة علينا احنا يقولون ما قادرين أبناء محافظة أن نبني محافظتنا. مع احترامنا لكل العناوين، كل احنا عندنا انتماءات، كل احنا عندنا مشاعر وعواطف، لكن امام محافظتنا انه العقل هو من يتحكم بينا مو العواطف. مصلحة المحافظة في يوم من الايام في ايام الضيق، ويتذكر عمامنا من السادة والمشايخ اللي كنا نلوذ بيهم، ما ان ناصر ومعين من كانت محافظتنا منكوبة ومحافظتنا محترقة ومحافظتنا معطلة دوائرها، وكنا نطمح لمساعدة الخيرين، والحمد لله والشكر بوجودكم بوجود الموظفين الكفؤين والمدراء اللي صبروا، قدمنا خطوة إلى الأمام. ومحافظتنا الآن هي من المحافظات اللي احنا نسعى أن تكون تليق بأهلها. وأي أحد يجي يتحدث في مصلحة واسط قوله تعال عم ايش قدمت، ايش كم مدرسة بنيت، ايش كم مركز صحي سويت لنا من مناطق أهلت. لا تحكي لي بالروزخونيات، ولا تحكي لي بالمشاعر، ولا تحكي لي بالمصلحة العامة. تعال قل لي انت ابن المحافظة، انت ابن هذه المحافظة، تعال احكي لي ايش قدمت لها، شنو اللي جبته. فهذا اللي يكون شعارنا، لن ننهزم امام الاشخاص الخطأ، لن ننهزم امام الحالات السلبية اللي تيجي تأثر علينا. قضاء الصويرة اعتقد انه ان شاء الله تعالى مع نهاية هذه السنة لا تبقى منطقة أو شارع في قضاء الصويرة إذا ما يحال فيه مشروع أو يستكمل المشروع. الآن هو في قيد الإنجاز، وبهمة إخواننا وأخينا الأستاذ عادل الزرقاني اللي هو يربط الليل بالنهار وخدمتكم منذ أكثر من 3 سنوات، لابد إحنا مصرين وعازمين أنه ملف الخدمات ننهيه تماما في قضاء الصويرة، حتى نروح نفكر بمشاريع تنموية أهم. صويرة هي منطقة من أجمل المناطق، موقعها استراتيجي كان زراعي إن كان على مستوى التجاري. نريد نفكر سوينا مجمعات استثمارية، سوينا مولات، نسوي مطاعم تليق بالمنطقة، نحل مشكلة المدخل الرئيسي الآن ومشكلة الفوضى، الشاحنات اللي جاي تعيث الخراب في خدماتنا اللي جاي نقدمها، كلها مفكرين بيها. لكن اكو اولويات، وهذه الاولويات خطتنا اللي خاليها بعون الله، مجرد اقرار الموازنه ودعم السيد رئيس الوزراء بعون الله، انه هذه الحكومه هي حكومه خدمات، حكومه انجاز، ونبوس الايد اللي تتقدم لنا وتقدم لنا امكانات لمحافظتنا. رئيس الوزراء المحترم، ايضا نباشر مجددا في توزيع قطع اراضي للمواطنين
في قضاء الصويرة. الحقيقة قضاء الصويرة هو محروم من ناحية توزيع قطع الأراضي، استملكنا وقمنا بتصميم عدد جيد من الأراضي، وهذه الوجبة اللي هي أكثر من 2300 قطعة أرض هي وجبة أولى، وإن شاء الله تعالى خلال 3 أشهر الأخرى أيضا يتم توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض في قضاء الصويرة. نريد نستهدف كل المستفيدين، هذه ضمن خطتنا للتخفيف من أزمة السكن. أكثر من 50,000 مواطن مقدمين على قطع أراضي، الحقيقة نسعى أنه هذه السنة نصل إلى 50% من إكمال المتقدمين في عموم الأقضية والنواحي. شكرا.